السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الأعزاء. اليوم سوف نتكلم عن قصة قفزة الضفدع. يحكى أن 5 ضفادع كانت تجلس جميعها على ورقة زنبق كبيرة، إلى أن قرر أحدها القفز في الماء. كم ضفدعا بقي على الزنبق؟ إن كانت إجابتك هي 4 فأنت بلا شك ماهر في الرياضيات، لكن هدف هذه القصة ليس إعطاءك درسا في الحساب وإنما درسا في الحياة. الجواب الصحيح هو 5. الضفدع قرر القفز ولكنه لم يقفز بعد في الحقيقة. كذلك الحياة، فهي ليست رياضة تأخذ دور المتفرج فيها، وإنما تحتاج منك إلى بذل الجهد والمثابرة، كما أنك لا تملك الخيار في اللعب أو لا، أنت جزءا من هذه اللعبة منذ يومك الأول على هذه الأرض. العبرة المستفادة من هذه القصة هي أن رحلتك للنجاح أو لتحقيق أهدافك في هذه الحياة تبدأ بخطوة، خطوة حقيقية وفعلية، وليس بقرار لاتخاذ هذه الخطوة. كفاك تفكيرا فقد حان الوقت للتنفيذ. شكرا جزيلا لكم، وأرجو مشاركتنا آراءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.